خلينا أنا نذهب هكذا على طول. طيب خلينا أذهب إلى الدكتور سليمان العقيلي في السعودية. مساء الخير دكتور سليمان، شكرا لحضورك معنا. السؤال المطروح حاليا يعني طبعا جرأة كبيرة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه أن تعقد هذه القمة وأن تعود سوريا إلى القمة في السعودية، لكن السؤال المطروح الليلة، هل الرئيس بشار الأسد سيكون حاضرا في القمة حسب معلوماتك؟ نعم، مساء الخير دكتور سامي، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدون والمشاهدين الأعزاء. أهلا فيك. في الواقع أنه القمة اليوم قمة تحييد المخاطر ولم الشمل، هي الحقيقة قمة سيحضرها الرئيس بشار الأسد بوفد كبير من الوزراء و وفد إعلامي كبير أيضا، وأعتقد أن سوريا ستكون يعني صوتها واضح في القمة، وستكون العودة للجامعة العربية عودة يعني لها بريقها ولها وضعها ويعني تأثيرها. وأعتقد أنه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مهتم الحقيقة بلم الشمل العربي، بتسوية أوضاع المنطقة، بإعادة هيكلة العلاقات العربية العربية. ولا شك أن المملكة تستقبل اليوم تنظم القمة وتستضيفها، وهي عازمة على إنجاحها، خاصة أنه الجامعة العربية اليوم تواجه تحديات جديدة. صحيح دكتور سليمان، دكتور سليمان سنتحدث عن كل هذه التحديات في الحلقة، ولكن جيد أنك يعني أخبرتنا أنه الرئيس السوري سيكون حاضرا في القمة، وحسب ما فهمت أنه في أيضا لقاء قبل القمة مع ولي العهد، وسيكون هناك استقبال رسمي له، وذهب وفد أصلا كبير سوري وصل إلى السعودية من سياسيين واقتصاديين وإعلاميين وحتى الأمن، يعني وصل في استقبال في لقاء مع الأمير محمد حسب ما فهمنا. والله أنا ما عندي دكتور سامي معلومة في هذا الموضوع، لكنه الواضح أنه سبق الرئيس السوري ثلاث وزراء. صحيح. وزير الاقتصاد الذي مثل سوريا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي. صح. ووزير الخارجية ووزير الإعلام الذين سيمثلون سوريا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الذي يبدأ غدا. ولكن أنا لا أستبعد الحقيقة مثل هذه الأحداث، لأنه الاحتضان السعودي لسوريا واضح، سواء كان عبر سفر وزير الخارجية ولقائه بالرئيس الأسد أو عبر توجيه الدعوة للسيد الرئيس وحضوره في القمة. أنا أعتقد أنه مثل هذه الأنباء ليست بعيدة عن الواقع ومتوقعة على كل حال. طيب ممتاز.